إلهي وخلاقي. ليلى أذكار الصباح واللمساء وسط ليلى ومن دنو يا حي يا قيوم تلال أنت حي وانكو جيتا القيوم القائم بنفسي المقيم لغيري براسي تبقاك يونك جيتا برحمتك أستغيث بأزنته رداتهن لمنها اللو أصلح لي شأني كله قدين كلنا استقاك للي يدنيا يبيتي وجه بزو قدين لبي ين استكاك للي ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لنفسي تنشباك اتتوين يا لسو ومن قالها فقد داء بخيري الدنيا والاخره يهين يا لسو الدنيا ما اخره مسبال طرو نجر الله لمنو طالب بال الله سبحانه وتعالى يسطوال ايش يا لسو رواه الحاكم ووافقه الذهبي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ليلو من اذكار المناسبات ميبالون بتلاجو قدايوتس الله ان متاستاوسبتنا لمثالي سفر السوطا غوزولي كسفر ستملس ستلبس ستبلا بوزونو اسلام بتام ميغر مدين نو والله ميغر مدين نو رضينا بالاسلام دينا اسلمنا يا لا كاتتو هيوت زرف يلم ولهذا قال بعض الفضلاء الاسلام الى الله عند عالم الاسلام مالت نظام شامل كلن يتقال للسرعتنا يتناول مظاهر الحياة كلها يهوتن كلها يهوتن كل زرف يدهس سدين جامع سلف ذكرى الله كوس سلف ذكرى الله شنت بي ستقبى ذكرى الله استوطى ذكرى الله يالك ويهوت زرف الله ما كنا لي استوطى من تلال الله أنت قزول تد ومك بيتوت تاكس تسافر بسم الله بالله سم الحمد لله مسكان على الله يدرسه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقينين يهم قواقوا جاء قرر لنجيتا يتمسقنيهن نياتش عيوتش عن لبرنم وإنا إلى ربنا لموكلبون من ملشات شنم ودى الله نو تلنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله سوستي تلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سوستي تلنا كزوريا من تلال اللهم أنت جيت يا الله أني ظلمت نفسي نفسي بدي يا لو فاغفر لي مارين فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كانت وجهك وانجل ممر يلم تلال ما كنا نستكمل ينسي للعلو نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لما لا يكون من إلان عالم عبدي أن له رب يغفر الذنب باري ممر قيتان دالو كوكونون ديالو أشهدكم يا ملائكتي أن أنت ملائكوش مسكر هنوين إني قد غفرت له وانجل ممر يوالو الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون جيت علي بلوين كوني هندو عاد الرقو إيه ذكر عاد الرقو من ريوالو مسكره إني والله أنت أظنه رجل من الصالحين أنه عندما لكيشن حديث سيسما بيتو وطان يالي منم قدي تاكس كان دبوتا تسافر وليلا وطهد منم حاجة اللهم من دنو نيو يشن دعا درقو الله سبحانه وتعالى اندي مروف جا يا الله هلوم قا ذكر الله متا درقو قوزوك ويتا ودى بيت ستقبع من تلال الله آيبون تائبون عابدون لربنا حميدون يتوبتن يتزأسطن يتملسن لا الله يتقزان سنون لقيتاتشن يا مسجن سنون تملسن تلال وده بيت استقباكم آيبون تائبون عابدون ساجدون
لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون كسفر قويت استجبا ايشن دعاء نمتلو لمن دنو ايشن ميبالو علو علماء لمن دنو يتملسن يتزقصن يتوبتن سنون متلو علو انت كقوزو قويتاني متاو ستملس بيت استقلاكل عديس مقرافي هوت مقرافي تكفتنو بتوبانو متكفتو عديس هوت لجمر ليلو من دنو نفاسي نفس ميبال ذكرى الله مبرق سيقرو مر ميبال ذكرى الله زناب سي زنب شرك أستاي ذكر بوزنو اسكي عمدو لتكو ماشو نفاسي نفس من تلال الله اللهم إني أسألك خيرها الله وي أني خيروان تروان نقر كزش نفاس تأييك أهلو وخير ما فيها وستوكا كفت شو ترو نقر وخير ما أرسلت به كتلاك جبت ترو نقر أتأييك أهلو وعوضو بك من شرها كازت شو مدفون قربان تتبك اللو وشر ما فيها وسط كازت شو مدفون قرب وشر ما أرسلت به كتلاك جبت مدفون من قرب تتبك أي زند إلا منها اللو تلال نفاسي نفس اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به منو نفاس لخير لتلاك تشلاش لمطفو لتلاك تشلالك الله سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح حيلا وأرسلنا الرياح بشرة نفاس بالسرعة ترقلناك ناتلا لخير تمتعلك لكتعات من لكواتها قال إن أرسلنا عليكم ريحا صرصرا نفاس نتئيت متمزق الزقس لكن بباتش ያጠፋቸው ለዓድ ዝቦችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በከባድ ንፋስ ነው ያጠቃቸው ስለዚህ ንፋስ ስታይ ምን ትላለ ጌታዬ ከሷ ጥሩ ነገር ለምንሃለው ከመጥፎዋ ጠብቀ ይትላለ ሌላ ወደ መስጊድ ስትለው ስትድም ይባል ዚክር አለ ምን ትላለ اللهم اجعل في قلبي نورا ጌታዬ አላህ ከልቤ ላይ ኑር አድርግ وفي لساني نورا ملاسم لي واجعل في سمعي نورا كجرو كما دامج إلي نورا درق وجعل في بصري نورا أين لي نورا درق وجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا كفيتي كوالي نورا درق الله وجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا كبلي كبتاج نورا درق يا الله اللهم أعطيني نورا نور ستين اللهم اجعلني نورا إني من راسي نورا درقي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا سوي وده مسجد سدي يوره دي اللي متهدو إيهني يالكنو اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا ذكر اللي يالك متهدو اسلمنا يالداس سيهو التجباج إلا انكوان ليلا بيدعا لجمربت ياللوهن مسرطها الجرسوم اسلام استيالو إيهني يالكنا متهدو مستاي ستاي ميبال دمو ذكر الله مستاي ستاي ملكن ستاي يا بتركم دي يلبابس كليون يشلال من تلاله اللهم تلاله ميامرون ملكن داي كما حسنت خلقي حسن خلقي جيتاي هوي اكاله تفطرين اندا سامركو سنه مغبارين اسامرو تلاله محمد الغزالي زمنه تلك عالم من يلالو فن الذكر والدعوه والدعاء ميبال عند كتابات غزالي من يلالو ياندندو النبي صلى الله عليه وسلم يادرغواچو ذكروچ كبستجربا ميامملاكوت ملكت الله سويو مستايت ملكون سي ابيت سامر اندي تامرالو شل اندي ايلم ميلو مندنو الله وي اندي وبتي اندا سامركو سنه مغبارين اسامر سيتوم وصغرش الوبش ستاي جيتاي اندي وبت اندا ستاي سنه مغبارين من نص لك ليلى متادرغو دعال مستاي سيبال ستاي ميدرغ دعال الاسلام است انا بوزوناو اني كن متقوماچو سفر لمتهدو سوش غوزو ستوتو يچين كتاب تتقمالاچو ان شاء الله يمنغدنيوش سنقمتل كتاب عليچ ركاشنات ما غبيالي يچي مولو سلا غوزو ياز بوزو مرجا يزالچ يچين تتقمالاچو ليلى اسكون لنغزكواچو ذكروش دمو حسن المسلم
ይቺ ኪታቦችን መጥቀም ይኖርባቸዋል። ምነው በዚህ ባለኛ ጭር ሰዓት አንድ ሰዓት ቢሰጠኝ መጨረሳል ይችላል ኢንሻአላህ። አሁን ደግሞ እናየው ነጥብ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ثمራቱ الذكر የذكر ትሩፋቱ ምንድነው? አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ይጠቀማል? ዱንያም አኺራም ላይ አወለን የመጀመሪያው ذكر የሚያደርግ ሰው الذكر يزيل الهم والغم والكآبة والضيق عن الصدر ذكر ልቡስ ያለን ጭንቀት መጠበብን ይፈውሳል። ተጨንቀተ ተጠበ ذكر متታደርግ ከሆነ ውስጥ ያለ ጭንቀት ይለቀሃል። ويجلب الفرح والسرور والاطمئنان والسكينة بمتكو من يتكلال سلامن مرغاغاتن ذكر يغير لها ذاكر كهونك. يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن يلال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن الذين آمنوا نزامنوا مؤمنانوش وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله سبحانه وتعالى بما استوس لباتش ويرقاك ألا على الله سبحانه وتعالى أواج ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر بما درق لبونا يسكن وستك جمكتي لك إيه كذكر عند سو دون علي ذكر بما درقو مياقنيو يمجمري فرينو ጭንቀት ተጠበ ذكر ስታርግ ይለቃል። ذكر ይሄ ነው አንደኛ ማይመጣል። ثانيين ሁለተኛ الذكر يشغل اللسان عن الغيبة والنميمة وسائر آفات اللسان ذكر ملاسን እንዳያማ ስራ ያስዘዋል። ذكر የሚያደርግ ሰው ማሚያው ቦታ ስራ ስለያዘ ማማት አይችልም። ነገር ከመዋሰድ ከማማት ከመዋሸት ከመላስ ወለምታዎች ባለፈው የተናገረው ነጥብ ከመላስ ወለምታ ይጠብቀሃል። እምታማበት መሳሪያ ስላስ ስራ ስለያዘ እምታማበት መሳሪያ ይኖርህም። اذا الذكر يشغل اللسان ملاسን ቢዚ ያደርገዋል። ሶስተኛ የذكر ጥቅሙ الذكر يجلب الرزق رزقህን ያሰፋልሃል። ذاكر سو رزقنا الله سبحانه وتعالى كلا السبب نم يا متعلت ويرزقه من حيث لا يحتسب على النبي صلى الله عليه وسلم كلا السبب هي ذاكر استغفار يا بزو سوتشين الله سبحانه وتعالى كلا السبب نم يرزقاتشو. رابعا عرتنيا الذكر يفرج الكربة ذكر كجنكت كتبت يدنهال انت ذاكر كونك بتلي علماء منالو خاصة اذا كان العبد يذكر ربه في الصلاة በተለይ በይበልጥ ዚያነ ባሪያ አላህን ጭንቀቱ እስከ መግባቱ በፊት አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ذكر የሚያደርግ ከነበረ ጭንቀቱ ውስጥ ሲወድቅ አላህ ያድነዋል። ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ አባስን እጁን ያዙና ያ غلام اني اعلمك كلمات ብለው ሐዲሱን ከዘዘሩለት በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አሉ? تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده كالله سبحانه وتعالى جاء بسلام ጊዜ ተዋወቅ ستتشنك وطراتو ستقبع الله سبحانه وتعالى يعني استوسه بسلام قزي الله نستوسه وعلا. نبي الله يونس عليه السلام الله سبحانه وتعالى ودهون تشاقر نبي يادرقو دعوان يادرقو لكواتشو نبرا مفسروش من يقولوا إن يونس ضاق صدرا بتكذيب قومه هزبوتش لبوزو عمت دعوة بيادرقو مليسا مواتشو عالشالو تجنكو بالنسو በአላህ ስብሐነ ወተዓላ ይዘውት በመጡት መመሪያ መካዳቸው አስጨነቃቸው አስቆጣቸው። فانذرهم بعذاب قريب ቅርብ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው አስጠንቅቋቸው። ነብዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም وغادر مغضوبا لانهم كذبوا ስለዋሹት ስለአስተባበሩት አገሪቱን ለቆ ወጣ። አላህ ስብሐነ ወተዓላ እንዲወጣ ግን አላዘዛቸውም ነበር። فقاده الغضب الى شاطئ البحر حيث ركب سفينه مشحونه ከዛም ይሄ ቁጣ የነዳቸው ወደ አንድ ወንዝ ዳርቻ ይሄዳሉ።
كزام بسو يتمولاتش مركب اللي سيدرسو عبرو يصفر على الكزاقة. الله سبحانه وتعالى قرأ اللي من الإذ أبقى إلى الفلك المشحون. نبي الله يونس عليه السلام الله سايفك دلت كالله كوبللو بسو يتمولاش مركب اللي وطا مشحون مالت بسو يتمولاش مالتنا. نبي الله يونس عليه السلام كزش مركب اللي وطا وسيهدو فجاء الموج من كل مكان ما أبلوك كأين كقراء مركبتون يعني وطا تقبى. فقال الملاحون يمركبو شفيروتش منالو ها هنا عبد أبق من سيده كنيا مهل كجيتاو ششتو يمتا كسيدو كجيتاو ششتو يمتا باري على اني لم دالني على يمركبو شفير لم دالني كجيتاو ششتو يمتا باري على مركبون دي بما أبل الناتال سلزي منالا هلاتشن كم من نسمت نجا لموتا قال لنبت جنكت سلام لموتات اتقال نتاعت علينا اذا سولي درسو عليان سو ونزو استمجمر على لبنو لو تسمامو اتقال نتاعت التجمرو سيتلو نبي الله ونسقاو التاعتو انديت بلن تلاتشو على النبيين اتشو على حزبو سيل هلتنيا مسا سوستنيا مسا شو قهي تايوتال. الله سبحانه وتعالى من على فساهما فكان من المضحدين. نبي الله يونس عليه السلام اتقال كتشنا في وش نبر يعني من المغلوبين كتشنا فوت نبر. نبي الله يونس نيزو هاوست جمراچ ورورو لك هاوست ندودكو فبعث الله حوتا عظيما. الله سبحانه وتعالى كبحرو وست تلك اسا نبار لك لكن اندي وطاچو ادرغو. وامر الله تعالى الا ياكل له لحما ولا يكسر عزما. الله سبحانه وتعالى منالو سغاچو اندات بلو اطن اطنتاچونم اندات تسبابرو. فليس لك برزق ايهاون يكتتنو سو لانت مغب هادل مالو لذا اسان باري ايه اسان باري وطواچو زم مال. نبي الله يونس ازا چنكت وستنو تچنقو سوس قنا درو يلالو مفسروچو ولا جن الله سبحانه وتعالى تطارو. فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قالوا علموش من يلالو كسوس نبي صلى الله عليه وسلم يلالو كسوس تجعل ما سر هنونو الله أن يتتأرد. ونادى فنادى في الظلمات يتبالو سوس تجعل ما نو يأسى نباري وخود عند جعل ما يبهرو ليله لتنيا جعل ما سوس تنيا لليت نبر دعا يدرقو بسوس تجعل ما وسط الله سبحانه وتعالى تتأرد. كان توجه ليله قيت هلم إني كنت من الظالمين إني نفس كبدلو تكستني ما ري قيت هلو. الله سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له الشالو ونجيناه من الغم كنبر ربت شنكت عدانه ولا قلنا. الله سبحانه وتعالى ليلة آيات اللي سيناقر سلسو من آله فلولا أنه كان من المصبحين. نبي الله يونسكو كزي شنكتو سكما قباتات شو بفيد الله سبحانه وتعالى ميات أرو تصبيح ميات أرقو بل نبرو نورو للابث في بطنه إلى يوم يبعثون. اسق يوم القيامه درس هودوس تاسو هودوس بس بس ويكر نبره كن كزي بفيت يمانني نبره انيان مياستاوس بارياتشن نبر. يقول علماء وش مفسروش من يلالو حتى ان الملائكه قالت لك نبي الله يونس فنادى في الظلمات قلما وسنوا دعاء سيادرغو ملائكوتش دمصون سموت سماي عالم لي سيستغابا دمصو سماي قبل لي سيستغابا. قالت ملائكوش منالو جيتاچن صوت معروف منك ودمسني يسمانو من عبد معروف كتعوق بارياس زندي متى دمسنو بسلام غزي سايتشنق دعاء خير سرا سيلك ينبر سونو منك ودمسنو يا رب. الله سبحانه وتعالى من قال فاستجبنا له الشالنو ونجيناه من الغم كنبر ربت شنقت عدانو وكذلك لك اندزيه ننجي المؤمنين مؤمناننا من نادنا لن ذاكروشن يا الله باروشن جنكاتو السيقابو درون من التواوكون أو نادنا شوالنا الله سبحانه وتعالى. سلذي ذكر كالله سبحانه وتعالى قاك أدمن دي تتواوك عدر قاعد سيجنك الله سبحانه وتعالى يدرس الله. ومن ثمرات الذكر نقدي الذكر بزونو ثمرو فريو ابن القيم وابل الصيب من بالكتابات شولي متو نيكوتر متو عنسو ذكر بما درقو بيشا ميتك اما اتشو سكون سوستو نايتانا ميتك اما اتشو ودمتو قطر وال ابن القيم هلو متكسان شلي ميتو سنو نالن
ذكر إن كثرة ذكر الله عز وجل آمان من النفاق الله سبحانه وتعالى بدأم ذكر مدرج كنفقنا منافق مهن يطرن فإن المنافقين قليل الذكر منافقك الله لم يستوسط بدقيته يقول الله عز وجل في المنافقين الله سبحانه وتعالى سلم منافق سنناجر من لال ولا يذكرون الله إلا قليلا الله تنش تقي تنجي أيستوسط الله تنش ما يستوس منافقنا ينفقنا بهر يلبت مالتنا وقال كعب كعب من إلال من أكثر ذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بدأم يستوس الذكر على قسو برئ من النفاق كنفقنا يتأرل ليلة ويذكر تكم الذكر يقوي البدن أكال يتأنكر الذكر ذكر أكالهن يتأنكر وال من فساو بيتشاتك ما رلم يعلو أكالو يمتكم ذكر سبحل ذكر متادر كون أكاله يبرتان تنكر نمتون عندي فاطمة رضي الله عنها ودى النبي صلى الله عليه وسلم التاتشنا يبيت سرابت أمسل بالزابات ميقزات خادم فلقان ببر ودى النبي صلى الله عليه وسلم التاتشنا أنت الله ملك تنيوي سراب الزابي مترقو مسراتو باك ميقزين سراتين يستنيا لتشاتشو لنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ودى بيت متنا لأسوانا لعلي رضي الله عنه من علواتشو كزيتش على استمراتشوه من ديالو كما تنياتاتشو بفيت على وجه النبي صلى الله عليه وسلم تصبح الله الله أن تسبح تادر قالاتشو سلاسة سستقزي الحمد لله سلاسة سستقزي تلالاتشو سلاسة أرات تقزي دمو الله أكبر تلالاتشو بدمر ومتو قزي فراشاتشو لي كما تنياتشو فيت يهن متو قزي تلالاتشو إنه خير لكم من خادم يه كم يقزاتشو سراتنيا يتشالنا سبحان الله سلزي وندمي مركاتوست سرا بستو بمتل وندمي ذكر ما بزات اللب كما تنيات وفيتش الذكر بلا ما تنيات كأن بزاز اي برتتة تولال شوفيرونا براها متاقرارت وندمي بيتو سرا ميبزابش اناتو چهتو چه يهين ذكر ما لتالبن بيروست اسراج انا ميبزاب وندمي يهين ذكر ما لتالب سلاسة سوسكزي سوستنم بلتد سلاسة راتنياون الله اكبر تلال قوة تاقينيال هايل أكاله برتا يه من ثمرات الذكر ليلو يا ذكرتكم الذكر هو غذاء القلب وقوته يا قلب مقبول الذكر لبه ذكر كالا قنية يموت بحل يقول ابن الكيم ابن الكيم وابل الصيب مبال كتابات شولي من قاله دخلت مرة على أستاذ ابن تيمية عندي ودا أستاذي ودا أستماري ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية زند قبه إلى له رحمه الله من علي فقال لي بلو علي الذكر للقلب كالماء للسمك ذكر لمؤمن قلب وهم لقلب للب وها لا أسا ميسفل لقوني هل يسفل لقوان أسا وها يتعنو من دميون كل شتاك الله يموت على رلم دي أسا قلب ذكر كاتا يموت مقبونه يقول ابن الكيم ابن الكيم أيزو من الالو دخلت عليك مرة بعد صلاة الفجر فوجدته يذكر الله عندي ولد الشيخ ابن تيمية كصبحي صلاة بهلا صبحي صلاة كتسجد بهلا قبه فوجدته يذكر الله الله أن يستوس ذكري يا درقا قنواتشو فتركته وعدت بعد ساعات فوجدته يذكر الله كتوسن ساعة بهالا سملس أهنم الذكر يا درقونه ابن تيمية ففعلت ذلك عدة مرات بتلقى قامي هنا درق فوظل يذكر الله حتى انتصف النهار ابن الكيم من الالو سملس أهنم الذكر يا درقونه حتى انتصف النهار يكأنو قماش اسكي ودرس ابن تيمية ذكر يا درقونه شيخ الإسلام ابن تيمية فنظرت إليه متعجبا تقرم كنا ابن تيمية أنا تكر أيوت انديت كصبحي جمرو لزهور منم مسكما يكارو در ذكر يا درقالو فنظر إليه ابن تيمية تكبر أيينينا فقال بلو على هذه غدوتي يه مقبينو علي ولو لم أتغدى سقطت قوتي مقبيني على بلون دون حيلي يودك حيلي نورين
ابن تيمية بزمن عشو تلك إسلاموي دعوة نوت يدرجو سونا برو بك أنو استميجت ما عشو بزوي دعوة وتأورد على لذا مقبينه على ابن تيمية ين كالس الكالوس سركود هاي ليش ما دم مدال يود قال سلزي وندمي من غير لا عينه مسبر يقعد وندمي ذكرار هاي لي نوره لب هاي لي نوره አብዛኞቻችን ቂራአትን ጀምራለን መጨረሳንችንም ለምን ልባችን ምግብ ያንሰዋል ያስጠላል ቂራአት መቅራት አቋርጠዋል መንገር ላይ አይነ መስበር እንድችል በዳዓዋ ላይ ቋሚነት በጀመርከው ቂራአት ላይ በዘላቂነት እንድትከተል ልብ ምግብ ማግኘት አለበት አለያት ኃይል አይኖርህ ቀልብ መመገብ መቻል አለበት እንግዲህ እብኑ ተይሚያ ማለት የሰለፊይን ዳዓዋ ሙቭመንት አንቀሳቀሱ جد يجددوت ياستكاكلوت ميبالوت ابن تيمية ناتشو يسلفين انكسكاسي هيوت يزربت شيخ مالت شيخ الاسلام ابن تيمية ني ناتشو بكانو استكانو كصبحي جمرو كانو قماش سكيون درس الله ذكر عدر قنبر ولكن وللأسف الشديد الذين ننتسب إلى مدرسته ولا نذكرون الله إلا قليلا الله سبحانه وتعالى هن سلفين نمن لسوج الله نمدي وتنش نجان ناس توصو شيخ الاسلام ابن تيمية ني نبرو ذكر من دنو غذاء القلب وقوته يلب مقبنا ليلو يذكرتك الذكر يلهم العبد الشهادة عند الموت ليلو يذكرتك من دنو باريان اندنسو لموت سيل شهادان يستوصوا والله يموت عفاف ليسنون بموت شنكتستنا شهادان ما استوص كبار بموت متشمك سر هنا الله ان ما استوس يعني كبار والله ذكر ما بزو سوچ يعني شهادان اندي استوس الله درجاچوال يقول العلماء علماء من يلالو الناس يموتون على ما عاشوا عليه يسو لجوچ امي موتوت بنوربت هنيتا لي ذاكر كنبرك ذكر يارك نمت موتو زفاين كنبرك يزفنك نمت موتو ويبعثون على ما ماتوا عليه يسو لجوش دمو ميكسك قصوت يوم القيامة بموتو بتهنيتانو أنت حج لي الله وفقو تلبية يدرك لبيك اللهم لبيك يالك كموت كزو ترقته يوم القيامة لبيك اللهم لبيك يالك رمت النسو اندام ماتنا أنت الدنيا لي شهيدونا با الله من قد جهاد وتستتاقل دم فسو متكونا يوم القيامة دم دميسك يشتتي النسال على النبي صلى الله عليه وسلم የሰው ልጆች የሚሞቱት የዱንያቸው ፍጻሜ ሲኖሩበት እንደነበረ ነው የሚቀሰቀሱበት በሞቱበት ሁኔታ ነው الزمن القادم ميل عند رساله لي مجو زمن ميل عند دبدابي لي عند ترافيك የመኪና ፍጥነትን የሚቆጣጠር عند عرب ሀገሮች ውስጥ የሚቆጣጠር عند ترافيك ይሄን ታሪክ ዘገበው ለእናንተ አከፍላችኋለሁ يقول عندي يعني يتلمدون سرين قومي يسروا يالا فكان شخص يسير سيرا عاديا عند مكينة عنده رقاب لميد مكينة نبرة فتعطلت سيارته في الطريق يسوي مكينة وتبلع شبتنا وردوا لما استكاكل عنده ورده فآتت سيارة جاءت سيارة مسرعة وارتطمته من الخلف كهالا متأتشنا عنديت مكينة واتأت شبت ودك أتقج يسو سقط مصابا إصابات بالغة كبادي هنا وددك ردك يسو فحملناه معنا في السيارة إن يامروت أنا نسانونا مكينا لي سكال نهيلج شاب متدين يبدو ذلك من مظهري لجنس الناي وقنا لقا وطعتنا يا الله باريا مهونو فيتو لي يستوقال سيمو متدين فيتو يا برال يا إيمان نوري طيبت نبرا عندما حملناه وسمعناه يهمهم لك أنستن أمبولانس مكين علي سنجلو يهن ودات عبرنا وسنسافر يهونا قال يهمهم يناقر نبرا فلم نميز ما يقول أمي لو نقل من ردات على الشال منبرة ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا نقر قن مكينا وسط أدرقنو كقونن إننا قد دنيا يترافي كابرن كقونن ما هدس نجمر ليت يعلم يهمر دمس مسمات جمرنا إنه يقرأ القرآن الله أكبر قرآن يقرأ نبريه ودات بصوت الندي بهم يهمر دمس قرآن يقرأ نبريه
سبحان الله بتامي جرمان لا تقول هذا مصاب عندو يتمتع عند زاي مسلهم والدم غطى ثيابه دم لبسون اندى الله كالاتون البسوتال وتكسرت عظامه أطنت دق وتسباب رال بل هو على ما يبدو على مشاركة الموت لكو التعطسي بل متعفف لي علنه مسله ولكن استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن قرآن بم يعمر دمس مكرات جمر متعفف لي على ودات بتقام تقر من ما يتجمرنا فجأة تنش اندق وي سكت سط على التفت الى الخلف ودعو على زر بي اسم ملكته فاذا هو رافع اصبع السبابه يتشهد الجن اندتش ادرغو انستو شهدا يا لنبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يا الله اي رفعه هذا يا اخي سبحان الله كزام سد على ابني وداتي لا لمست يده وقلبه وأنفاسه لا شر الجنه الجنكوت درتم دهسسكوت من منك ساكس نقر اللم قد فارق الحياة الدنيا لك وطن بريه وطن سبحان الله نظرت إليه طويلا بزوت أتكره وطن تقرميت ملكتكوت سقطت دمعة من عيني كاينين بامرقف جمرة انطلق زميلي في البكاء قدني انبو مقوم الچالم لكك ومالك اسجمرة اندي بلو قرآني ترسمت وصلنا الى المستشفى هوسبيتال من درسنا اخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب سلزي وطات كنيتا يا قنين ونسو كلا نقرنا چو الكثير تعثروا ابزانيو چو لباچو وتمتنكا صرفت دموعهم من بعد شمور الجمرة أحدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه عندنا تاريخون عند سماء تقرمنا يهني الله باري حجي قنبارون لما سموا قلوا ساموا الجميع أسروا على الجلوس حتى يصلى عليه أبزاني وجو سوج أسان سكدد بتزيك الله باري علي أنا دمعلون إلا اتصل أحد الموظفين بمنزل المستشفى كزام كوسبيتالو سراتني وجستاندو وده بيت سبده ولنا وندمو متى كان المتحدث أخاه منا قر وندمو نهين تاريك قال أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الواحدة في القرية يوتات كل سنو سنو عنديت قد أرى كبابي آياتو اللج أسوال لزيارات ملال سنبرا كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين ذات شاقر رستيالو مسكينوچين يتيموچين بالي متباچون سيتوچن يهدي يرداچو نبر كانت تلك القرية تعرفه ياچ كتما تاكو نبر يموتات وهو يحضر لهم الكتب والأشرطة لذاچ اگر سوچ كلي سنيو سنيو كاسيتوچن مصحفوچن يوسدسو نبر ميساتاچو وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر كل مرزاتش اگر سيهد مكيناون روز سكوار نامولتو نبر مهدو لتوزيعها على المحتاجين لتقرنيو تزه لبتن اللاتشو حتى حلو الأطفال كان لا ينسى كرامي اللانكو لزاتش اگر زاناتو تشاي رسام نبرا كل امتادا سوچو انت ايزيني هالقزو تمال اللس على الهندي بلو لمي تتشو سوچ حساب لمي ستو سوچ يملساتشو نبرا يملس الله نبر من يالي يملس إني أستفيد على طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته أني كو دزي تشاقر بمن ملالسي برجم وقزيوست قرآن لما حفظنا قرآن مراجع لما استاوس التكم بتهلو وسمائي أشرطة نافعة ميتكم شريط محضرة سما بتهلو الدنيا موزيكا كفتو على اللمبر مهدو وإني لأحتسب عند الله كل خطوة أخطوها هي اللي قمي مشكركر ومشكركر كالله زند أجره قنبت هلو بي أمنا اللي ويلا النبر يالو ندمي ونقرنا ترافيك من الال يقول ترافيك من الال كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج حياتي لك بما أبل ندمت النات مركب الزازا يواتتك نبرك الال
تتكاذفني الحيرة في كل اتجاه موال لك هل أكتاجع وروي نبرا وكنت بعيدا عن الله كالله سبحانه وتعالى إراك نبرك فلما صلينا على الشاب ودفناه وطعتنم قبر ليك التنو بسجر نبت قزي واستقبل أول أيام الآخرة السوي آخر عني مجمران كان سجنين استقبلت أول أيام الدنيا إني الدنيا عني مجمران كان تقنين تبت إلى الله ودى الله سبحانه وتعالى تملسك عسى أن يعفو عما سلف الله سبحانه وتعالى يسلفك تني مريزا وأن يختم لي بخير إهن ودات أما ما تنداس همرو بخير وسده زند الله سبحانه وتعالى يتمازنك توبتشي تسسشي الدنيا عني مجمران كان جمرك لأ برسالة لطيفة بعنوان الزمن القادم مجو زمن بمي لرسلي يترافق نو تاريكون يذقب هيتوج الناتوجي أباتوجي والله يمجأم الرشان شهادة ما جيت كبار أهم ملاساتي الذكر يعلم مدك هنا كقرآن قال نورنا كهنا يعني ما تعلن والله يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لي من دنمي لو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة يثبت الله الله سبحانه وتعالى يزأنا تشوال الذين آمنوا النزان يأمنوا تنسوش بالقول الثابت بتككلين يوكال يزأنا تشوال في الحياة الدنيا زج دنيا لي وفي الآخرة أخرام لي قيل من تبلو عسي فسر أي عند الموت وعند الحساب سوية وسيموتنا يوم القيامة لحساب سكر الله سبحانه وتعالى بونتين يوكال عزأنا تشوال له نزاني أمانوتن ذاكروتشن عابدوتشن شهادان ديلوني سنات ستا شوالا أن الله سبحانه وتعالى سيزي إناتوش هتوش وندموش ذكر قامنور مشال اللب هولي ملاساتشن كذكر مراك مبوزاني اللبتم إن شاء الله ليلة ويا ذكر تكم ينير الوجه والقلب ويكس صاحبه مهابة وجلالة ليلة ويا ذكر تكم ينير الوجه في تهن يا بروال نور لبس الفتة والقلب لبهم واستهبران ويكس صاحبه يذكر بالبيت من يدرقوال مهابة وجلالة يقرما مقس لبس كبع لبسوال نتذاكروج قنا ستاعتشو الله انت استوصال قرما مقس اللاتشو كان نسو فيت مكأبات رايحون اللهم يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية سلام ابن تيمية سنقر كابن تيمية فيت اندسو وشت من ناقر ايشل من ابن شيخ الإسلام ابن تيمية فيت أندسو وشت لمنا قراي دفرن هاي باتشو قرماتشو أسفران أبا ذكر إيهن يالله بسهل قرمالك ألا لا دلهم قرما يسطح لذكر ليلة ويا ذكر تكم الذكر علاج لقصوة القلب ذكر للب دركة مدهانيتني لباهوني درك ألا نداني صلاة التفطيه لالم بيلهل ذكر أبزا ذكر ستابزا واستقلبه درك أتوني لكوان جاء رجل إلى حسن البصري عند سود حسن البصري متأنى من على تشو رحمه الله فقال أجد في قلبي قسوة أنت إمام على تشو لبيوست درك أتنا جنيا له على تشو حسن البصري من على قال أذبها بذكر الله تاليا ذكر درك على الزباتة ألوت حسن البصري قال الشاعر الإسلامي من إلال إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس إذا مرضنا يتم من قزي تداوينا بذكركم اللهم بما استوس اللهم ذكر بما درق الند النبر نقرقنا عنداني ذكر ننتونا فننتكس صفر بالرب لنود قال لباتشني درق ليلا ليلاو يذكر تكم من ذكر الله ذكره اللهن يستوسه الله يستوسه بلاجو يذكر
نطب ازي لاي نو كذكر كمنا ترفاچو ترفوچ است بلاچو يهنياو نو قال تعالى الله سبحانه وتعالى من الال فاذكروني استوصني اذكركم استوصاچو حلهنا فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لزانو يتمر ترئسي هيني ادرقنو لزانو فاذكروني اذكركم كزيه بلت إلم يقول العلماء لو لم يكن في فوائد الذكر سوى هذه لكفت لذكر فائدكو ترف كذكر كميجي ترفوش إيه انجي ليلة بينور ببكاهي سبحان الله الله سبحانه وتعالى أنتني أستوسها أنت ستستوسه لزانو ثابت البناني عليه رحمة الله تلك علم منالو إني أعلم متى يذكرني ربي كقوادين يوشاتشو قاتل سابسبو ويال تلك علم يكوناتشو إنيكو الله سبحانه وتعالى قال لبتهن عرش بلاي إني إنسي أستوسن يستأقلوكو ففزعوا منه دنقتوا وقالوا كيف ذلك انديت للتاك تشلال الله انديت للسماو تشلال انديت سيستوصل للتاك تشلال فقال اذا ذكرته ذكرني الله سبحانه وتعالى ساستوص يستوصني الم تقرا قول الله يا الله انك الا ننبباتكم اندي فاذكروني اذكركم باروتشي استوصني اني استوصاتكم نين نانتاو نزي كتش بلن ذكري يا درقنو الله يستو سنيال أكلي يكلي رج أنين يستو سني كزي بلاي تكمال الله سبحانه وتعالى أنين دكام ما فطور الله سبحانه وتعالى يا الله أنين يستو سني أمر عجيب غريب يذكر تكمو هينو ليلو يذكر تكم الذكر مع البكاء سبب للاحتماء بظل الله يوم لا ظل إلا ظله ليذكر لله تكمو يوم القيامة كالله سبحانه وتعالى عرش تلا وج ليلة تلا بما ينربت قزي كذا تلا اندن تلا ليادر قنن بتلي إيالك أسن ذكر أرقن كونا نبي صلى الله عليه وآل آله وسلم رسولات من إلالو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سنزرز آيواناك إربات مخلوقات الله يتقاتل بلابتو يتوات إيال سبات يسو عينتوچن كأرش طلا سر ياسقمطاچوالا كسبات سوچ است مان نوصو ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قالوا ورجل ذكر الله خاليا اي سو نو عنده الله سبحانه وتعالى تدبقوا وسونا ففاضت عيناه انبو ان عينو بنباراس بنبا غنچوچو راسو الله بيچ بلو تدبقوا الله نستغفر يا درك عليك يسو يوم القيامة كعرش طلا سرق متعلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انتكم يا ياتشون كعرش طلا سرق اندنكمت يا درقنا إن ليلو يذكر تكم إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر تكثير لشهود العبد يوم القيامة ذكر بيتنيون بوتا مادرك بغودانا ببيت است بيتنيون بترارالي كلهم بوتا لي ذكر مادرك يوم القيامه لذا سويه مسكر يابزالتال ويوم يقوم الاشهاد مسكروت يوم القيامه قربو بمي مسكرو بتكن غودانا وترارو كله نجر لانته مسكر يمتال اسو لي ذكر ادرك كهنا فان البقعه والدار والجبل والارض تشهد للذاكر يوم القيامه ترارو مريتو غدغدا كله نجر ذكر ركبت بوتا نجر هلو يوم القيامة كالله سبحانه وتعالى في تمتو يا ربي أني لي هنوكو يباري ذكرى درقوال بلو متو يمسكر الله ترارو سلزي يتن ذكر يتن بوتا كادرقن يا بوتا متو يوم القيامة كالله سبحانه وتعالى في تمسكر لنال أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بسال لفت حديث لي قال من على أبو هريرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها كملوا مقراف استيالتشون إتشنا أنكز أنا ببو يلال يومئذ تحدث أخبارها يوم القيامة مريت وريوتشون تنززالتش ملوا مقراف أنا ببو تنا قال بلوالو أتدرون ما أخبارها وريوا من دهن تاك ألاتشون دالو
قالوا صحابوش منالو الله ورسوله أعلم الله أن ملك تنيوك ونيانا كمالو قال نبي صلى الله عليه وسلم منالو فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها وريو أما يوم القيامة كبلا يوالي يتسرون سرا تمسكر لك بسيتم لي بون دم لي كبلاو علي يسره ذكر خير كان لشر يوم القيامة زينة وشان تنقر لك يوم إذن تحدث أخبارها زينة وشان وري وشان تنقر لك لا الله سبحانه وتعالى تمسكر لك تقول بلا تلالك عامل يوم كذا كذا وكذا قيت يوهي بزين كان اندين السراء اندي سرطال بلا تنقر لك أنت بمركاتو قودان عليير سبحان الله الحمد لله بلا كوهنا يعني مريت يوم الكامة لمسكري مدال كادي سابا نازري ستد كادي سابا قندر ستد يا من قد الله ذكري يارك دكوهنا يا من قد اندال يوم الكامة كالله في تمتو مسكري هنا هل سبحان الله من أين الدرجانه يذكري تكمهنو ليلة ويذكري تكم علموش من الالو إن الجبال تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها ترارا وجه مريتو شنتررو هلو بوتا الله سبحانه وتعالى كلا يولي الذكر كادر ركبت يدس تالا ترارا يدس تالا بانت ذكر مادرك قال عبد الله بن مسعود من الهلو إن الجبال لينادي الجبل باسمه عند ترارا ليلان يون درارا ترارا باسمه يتأروالا فيقول بليلان أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل زاري بأنت لي الله سبحانه وتعالى يستوسى يالف بارا لن دي بلو يتأيكوال تراراو ليلان يون ترارا يتوكال باسمه يتأروال يتراون زاري بأنت لي الله يستوسى يالف سواء لن دي بلو يتأيكوال فإذا قال نعم أو يذكر يالف سواء لك استبشر تسيلو عليه نيو ترارا يا الله تفطروا قال لهم تسسر عياتشو تودموشي ترارا أنت لا يولي ذكر بما درك هدستال سبحان الله ليلو يا ذكرتكم الذاكرون يعيشون حياة الصعداء ذاكروك دنيا لي يدستان هوتي نورالو يا جنة هوتي نورتال قنا جنة سايقبو دنيا لي يالو يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا ملكام سرى يسرى من ذكر أو أنثى سيتم هنا وند وهو مؤمن الصو مؤمن هنا بأ الله يمنسي هون فلنحيينه نانور ولن على حياة طيبة دسم اليرقات هيوت نانور ولن حياة طيبة ما كراش قر لي فرارك أبي شلال قد دون علي دسم الهوة تنور الله ما نم ما ينورون سأقاب سأقام متاك أمو صوت ما ينورو تنهوة دون علي تنور الله يقول ابن الكيم كما في وابل السيب فللإحسان لإحسانكو له جزاء مؤجل ولا بد لدق سرا الدنيا لي كأخرى بفيت متاقين وتكمال بدق سرا من دال له دنيا لي متاقين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من الالو إن في الدنيا جنة الدنيا وسط جنة هالليشار أخيرا سيقول الدنيا وسط من لم يدخلها إذا الدنيا وسط يالقبة لا يدخل جنة الآخرة يأخيرا ون جنة هاي قبة بلال اللهم بقرآن من دلنا منه ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا زي الدنيا لي أورين برسو أخرى مري أورنو بل أضل سبيلا مسمري ساتنو كزام بلي الدنيا لي يدستا هيوت يجنة هيوت بإيمان متاقين يون إركاتا هيوت كال نورك أخرى لي جنتات أنت كم يقبط على الله زيو يتاوك قال زي دنيا لي مثنور هيوت الله ذاكروش إين هيوت نمي نورت
ይህ ህይወት ሐያተን ጠይባ ማለት ደግሞ አረቢያን መጅሊስ ቁጭ ብለ አረቢያን መጅሊስ ላይ ቁጭ ብለ ሩዝ እየበላ ዲሽ እያየህ መኖር ማለት አይደለም። ችግር መከራ የተፈራረቀብህ አየር ባንተ ላይ የተለዋወጠብህ የአየር መለዋወጥ ካንተ ላይ ምንም ተጽዕኖ ማያመጣስቶን ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ። ሽሮ በላ ደሮ በላ አንተ ደስተኛ ነህ። በህይወት ውስጥ እርካታ ይሰማዋል። وقال لي مرةً يلالو ابن القيم ما يصنع أعدائي بي ጠላቶቼ እኔ ላይ ምን ይሰራሉ ብለው አሉኝ አሉ። ጠላቶች አንግላቷቸው ያሰቃያቸው ያሰሯቸው ነበር ኢማሙን እብኑ ተይሚያ። ግን ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ሊፈጥሩ ይብኝ ይችላሉ? ጭራሽ እኮ ሊጎዱኝ አይችሉም አሉ። አነ ጀነቲ ወቡስታኒ ፊ ሰድሪ እኔ እኮ ጀነቴ አትክልቴ ልቤ ውስጥ ነው ያለችው፣ ውስጤ ከልቤ ውስጥ ናት። እን ሩሕቱ ፈሂየ መዒ ላ ቱፋሪቁኒ የትም ቦታ ብሄድ አትለየኝም፣ አብራኝ ነው የምትሄደው ጀነቴ። እነ ሐብሲ ኸልወቱን ቢያስሩ ጠላቶች ደብድበው መታሰር ለእኔ ኸለዋ ይሆንልኛል። ከሰው ተለይቼ ዚክር ማድርግበት ቂያመ ለይል የምሰግድበት ቁርአን የምቀራበት ቦታ ይሆንልኛል። ወቀትሊ ሸሃዳ ቢገሉኝ ደግሞ ሸሂድ ነኝ፣ በአላህ መንገድ ላይ ዲን ላስተላልፍ ስል የሞትኩት ሸሂድ ነኝ። ወይን አኽረጁኒ ሚን በለዲ ሲያሐቱን ደግሞ ከአገር ቢያባረሩኝ ለእኔ መናፈሻ ይሆንልኛል። ከአገር አገር እየተዘዋወርኩ ዳዕዋ ሰጣለሁ። ፈሲሩ ፊል አርድ ነው አገር እየተዘዋወርኩ አያለሁ። እንዴት ጠላቶቼ እኔ ሊጎዱኝ ይችላል? አንድ ሰው ተጎዳ የሚባለው ጀነቱ ውስጡ ያለችው መቀማት ሲችል ነው። ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ጋር ያለው ሰንሰለት መበጠስ ሲችል ነው። ይህን ደግሞ ማንም ሊያደርጉ አይችሉም። ውስጤ እንዳያስኩት ቢገለኝ ሸሂድ ነኝ፣ ቢያስሩ ይኸለዋ ይሆንልኛል፣ ቢያባሩኝ እዣት ነው ምዞሩ። ይህ ደስታ ህይወት ትኖራለህ ዱንያ ላይ። ዛኪሮች ይህን የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት። ወከነ ባዕዱ ልዓሪፊን የቁል ከሷልሖች ውስጥ አንዱ ምን ይላል? لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف النبر تاسروكو سربيتوس درك تمر يبلانو اندي ميلو منالو لو علم الملوك نيان كوون اسرو يكتتو نغوسانوچ يا نغوسيان بيتسبوچ انيا من نورون هيوت يدستايوت بياكو اچين لمقمات بسيف يتاغلو نبران مانم ما ينورو منيا من نورون هيوت يدستايوت نو متنو ይደስታዩ በቃ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት። ደረቅ ተምር እየበሉን ግን ውስጣቸው በደስታ ይዘፍናል። ደስታ ለሚኖሩት ህይወት وقال الاخر ሌላኛው صالح ሰው ምን አለ? አንዳንዴ በቀልቤ ደስ የሚል ህይወት ያልፋል፣ ውስጤ እርካታ ተሰምቶት የሚያልፈኝ ወቅት አለ። اقول بي الى الله ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب የጀነት ሰዎች እኮ እኔ አሁን እያገኘሁት ያለሁትን ደስታ እያገኙ ከሆነ በጣም ተመችቷቸዋል ማለት ነው የጀነት ሰዎች። ሱብሃንአላህ ዱንያ ውስጥ ነው እኮ ይሄ ሰው ያለው፣ ግን ውስጡ የሚያሳልፈው የደስታ ህይወት ኢማን የኢማን እርካታ አለ። ሰዒድ ውስጥ እርካታ ያገኛል። ሽሮ በላ ደሮ በላ ሰዒድ ትሆናለህ። አንዳንድ በባዶ እግር እየሄድክ መኪና ካዘው በላይ ደስተኛ ነው። እኔ አንዳንድ እንዲህ አይነት ወቅቶች በህይወት ላይ ያልፋላሉ እና ምን ላለው ተገርሜ፣ በእርግጥ የጀነት ሰዎች እኔ አሁን እያገኘሁት ያለውን ደስታ እያገኙ ከሆነ በቃ ጀነት በጣም የሚያምር መኖሪያ ነው ማለት ነው። ደስታውን አያችሁት? አንተ በጣም የሚያምር ቤት ስታይ ጀነት የሚመስል ቤት አየሁ ትላለህ ከመገረም የተነሳ። ሰውየውም እንዲህ እያሉ ነው። يقول ابن القيم من لالو وعالم الله الله يقال لالو ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط يعني كأبن تيمية يبلت يدستيوت من رسو أي شلكم مع كل ما كان فيه من ذيك العيش ومع ما كان فيه من الحبس عند ابن تيمية متاسر عند ابن تيمية ينورو شقرين بربت سويلم قن يمهنو يدستيوت نبرم من رو وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا يهم هنا يتاسره اللي يشقر حيوت ينور نتيميا لباتشو يتكفتا يدست حيوت منور نبر تلوح نظرة النعيم على قسمات وجهه سبحان الله فيتو بنور يا برا نبر واللي دستنيا نبر نتيميا كذا ابن الكيم يزو من قالوا فسبحان الله من أشهد عباده جنته قبل لقائه
ጥራት ይገበው ያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሮችን የሚወዳቸውን ባሮችን ዱንያን ሳይለቁ የጀነትን ኑሮ ያኖራቸው ጌታ ወፈተሐለሁም አብዋባሃ ፊ ዳሪ ልዓመል የጀነትን በር ገና ዱንያ ላይ ያሉ ከፈተላቸው ፈአታሁም ሚን ሩሂሃ ወነሰሚሃ ወጢቢሃ የጀነት ሽታው ደስታው መጣላቸው ገና ጀነት ሳይገቡ እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ከፈለክ ከዚክር ጋር ሁሌ ተሳስረ መኖር አለብ ሁሌ አላህን ስብሓን ወተዓላ መተወሰን መሆን አለብ ውስጥህ በደስታ ይዘላል ሽሮ በላ ደሮ ለአንተ ምንም አይደለም ዱንያን ነገለቃ ትሄዳለህ እስከዛ ድረስ ግን የደስተኛ ህይወት እንድትኖር ያደርጋል ዚክር ዛኪሮች እንዲህ አይነት የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት ሌላው የዚክር ጥቅም للذاكر تستجاب دعوته لذاكر دعواه طريو دعاون الله سبحانه وتعالى الشيلو يقول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاثة لا يرد الله دعاءهم سوسو تشالو الله دعاتشون ما يملسو الذاكر الله كثيرا اللهم بتأم ميستوس ودعوة المظلوم يتبدل سو طري كافر كوابهن والامام المقسط فتحوي بفتح ميمرا امام مري نغوس بريزيدنت ميادرغو دعاء يملس يسوستو سوفي دعاء كنسوس بقدم تكتل مان مجمريا مان انتكسو الذاكر الله كثيرا الله كل ذكر ميادرك اجن دعاء ينسى كان يملس حديث رواه البيحقي وحسنه الالباني سيله بن الاشهم مبال عند من الصالحين كدقاق سوتشوس كان في بعض الغزوات كوانا طورنت سيمالس كجهاد سيمالس من قر لي فما تفرسو فرسو يموتبتال ودك أني مودقرا تملكتنا سوليت أيك ألف اللقم ثم قال الله نجونا نسانا من عليه اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك قيتا يهوي للا سو ولا تولو لي من مزعدك أبنيات تدرقين أني كان توجي للان سو ملمن اتقلالونا ملمن مفلقو انتم بتشانو انتر دانيال بعدو براهلين يال فأحيى الله فرسه إلى ابن كثير الله سبحانه وتعالى يموتهم فرس عصن السالت فركيبه حتى إذا وصل أهله إن فرسيه قال لبمت أن بيته ليسي درس فقال لغلامه لسراتن يومنا له فك السرج فإن الفرس عارية فرس توشونه لك فتانا لك أكو فرسونا له فنزع السرج فهبط الفرس ميتا يا يتعصربت جمد فتو سلكو فرسو كان الله توسطنا موتوني نبر ودكو موتيل الفرس شوف الله سبحانه وتعالى دي تدعون استجابة عند هذا الرجل ذاكر دعاء وهم ملس من هو اللي بك أنست سنتش ذكر سيلي نمد ملاس عندي جنان الساند هنا قد ملايكو شندالوت صوت معروف من عبد معروف يبال السمايل ارهي توك دمسنو كتوك باري متى دمسن يبال لذا دعاء ملس السدال ذاكر دعاء استجابه له ليلو يذكر تك ذاكروش ميغني ثمر ترفو من دنو الوئام مع الكون كتفطرغا مزامد تفطرال كتفطرغا طرو تزامدو تسسر تفطرال منو تفطرو راسا اللهن ذكر ما يدركنا الله سبحانه وتعالى بقرآن لمن دنميل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم منم نقر وإن من شيء شيء إنك نكيرانت منم نقر كويلم الله سبحانه وتعالى ميات أراو بهون جب حمده يا مسجنا ولكن نانت نقرقن لا تفقهون تصبحهم تصبح الدرار رقاتش ونانت نقرقن التاقوتم كلهم نقر الله يوصل تراراو مريتو دنقو سمايو الله سبحانه وتعالى يذكر الذكر رقال يا ترى الله الله سبحانه وتعالى ليلة آيات اللي مدنا منه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله
سبح لله الله ناطرة ما في السماوات سماي لي يالله وما في الأرض مريت لي مياله فطران انداله وهو الله عزيز الشنافي حكيم طببينيو هلن فطران الله سبحانه وتعالى مذكرنو أنت ذاكر كونك كتفطروك تزامدو تفطراله بأنت مسمر لينا متقوازوت كتفطروك عتقاجم تزامدينو رحل نبي صلى الله عليه وسلم أندي جبل أحدن أحد ترى رأيوتنا منالو هذا جبل أحد يكو أحد مبالو ترارانو يحبنا ونحبه يودنا إن يمنو الدولن أحدنا يهينو نبي صلى الله عليه وسلم كترى رأيوتنا شوزب دنا إن يم مؤمنوشن أحده ترى رأيوتنا إن يمكو ندولنا عندي نبي صلى الله عليه وسلم كأبوكر الصديق عثمان عمر باللبت صوص أرادتو أحور ترارا لي روت أو سيوتو أحور ترارا احتز نتر سينتر نبي صلى الله عليه وسلم نال أثبت أحود أنت أحود رقابل فإنما عليك نبي كانت ليك يوتو نبينا وصديق أبوكر صديق عبرني اللو وشهيدان هلت شهيدوك لو دفيت مسؤات ميونو عمرنا عثمان كلايلة اللو ترقا قرد فثبت أحود صدال أيو نبي صلى الله عليه وسلم كتفت رجينا براش وزمدنا هلو مي الله باريانو أنت تككلني الله باري السن أجاجي هون التفطرو أصحاب الكهف ولا شو تقال لشو بدينا شو ششتو يتوستي جبالو كهفوست واشوستي جبالو قصة ورجمنا الله سبحانه وتعالى زوس وده سوسمة وزت أنيامت كك أنيو دقرا يزوا ورانو راتشوا ناس هاي ستوت أيلا الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ساين ستوت اتات الله نزي انغدي واشاو كفتنا ونسو محلين يتكمطوت في فجوه من محلين يالو صايا ستوتا بچررو اندا تاقاتلاچو ودقين تزورالچال ستوتا واذا غربت تقريدهم ذات الشمال صايو اندا تنكاچو ستغبا دمو چررو اندا ياغنياچو ودغرا تزورالچ يأياتون يا الله باروش ما قاتل ألف الله عززات دات لكاتشو كرامة لهم لا الله سينو بديناتشو ششتو واشو سيتنبقو وطاتوشناتشو الله سبحانه وتعالى سحي دات تغنياتشو عدرق يو سحي انتنات نكاب قوات دنياهن أمتون تفطروغا زمدنين نورحل عندي عند نبي كنبياتو تشست كطلاتوشغا كمشريكوشغا طورن سيادرق قوينا ليشنف تنش سيكارو صحايو اللي تقباهونج صحايو اكا قباش دمو النزات الاتوج اندا ديس تدراشتو نقبع ديس هايل نومي قطماتشونا لما شنف اسجاري هونا صحايو اللي تقبانو من ادرقو صحايو يم بمان كنت ترسلنات والله سبحانه وتعالى اججاتشونا نسونا منالو يا رب اقومات صحينا الله سبحانه وتعالى صحينا اقوم الله شولساتشو قومش طورنتو لبزو ساعتات اكهيدو كاشنفو بهالا يا رب اسقبات الله سبحانه وتعالى صحيح اسقبات رأيتو شاينا وجهين تاريك صحي لبزو ساعتات كمقباتو وفيتي قومش جبت بلو عند مسئيت لي بالفو زقباو تطوت نبار بشاينا تاريك وست صفو اسقمتو تاليهين تاريك صحيحين الله سبحانه وتعالى لزي سوا قوملت منو سومي الله باريانو صحيح يا الله باريانات الله عززات لذي باري قومي قومج يا ياتشونو ذاكيروش تفطروا الله ذكر ميها درقسلون ذاكيركم تفطروا زمدنا تسسرين ورحل عند كصالحوش كدقاقوش علماوش جوست عند كاند نقوس قالك بابايلالو منهم هلهم تككلن يا علموش بسلام اينور عند نقوس ستاتي سرال يانن ياوكزالو اقبتو اسراتشوال ياساك اياتشوال لك اندزيو عند سرعاتون سيوغزو ايه نقوسي قطان ياسراتشوال تاسرو هي عالم تاسرو نا لسولي اسك اباتشو بلو هزب سبس سبنا سوسكن يترابان بس لك اباتشو اندي بلاتشو الساتشو قومو صلاتي يسجدو نبار عن بسو سوسكن يترابا ميبلاو يفلق ودي الساتشو يروت امدا كالساتشو لو سيدرس فتوقف قوم كذا زور ريالة يدباب ساتشو جمر بلقاقو كذا مبوهلا قوش علينا يتبك أتشو جمال سويو يسجدالو كذا نقصو قاردو ناس ترانا ماذا فعل الكلب بابن الكلب قالو قاردو انتالتو إيه وشاو يعني عم بساون بزي بوشالج عليمون كون بزي بوشالج من سرابت أتصون ديال
كذا غاردو مناله يا سيدي رايت امرا عجيبا ميغرم نغرني ايوت من ايهالو والرجل ساجد والاسد في جنبه يحرسه سويه وسجود لي تدفطال انبساو دمو السني يطبقوا على غاردو انكم لي بلا በጣም ደነገጠ ንጉስ ያለና አሶጥቷል አሶጣውና ከጎናቸው ቁጭ እንዳለ ምን ታስብ ነበር አንበሰው ይሮጥ ወደ አንተ ሲመጣ ሲለው قال اني يا الله ان عندي القران نبر مستوس فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا لقيت فرد تاجس انت بنيا ايتا قططر سرني الله انيا يطبقه نو ميلون ايات يستوسكن ንጉሱ ደነገጠና ፈቶ ለቀቃቸው ይህን ክስተት ያየ የነበረው ህዝብ በውጭ ነው ሲወጡ ተቀበላቸው ያ ሼህ ማ ኩንተ ተፈክር አንበሳው ይሮጥ ሊበላ ሲመጣ ምን ታስብ ነበር አሉት ሰውየው ምን አለ ማ ኩንቱ ፈክሩ ማ ተፈክሩ እንትኩም ተታስቡትን ይበላኛል ብዬ ጭራሽ ከሐሳቤ ማልመጣ ግን ማስተነተነ የነበረ ሶላት ላይ ሆኜ በላጩ ሲነካይ በልጋጉ አሉአቡል አሰዲ ነጀሱን አምላ ይያልኩ ነበር ሳስበ ነበር ያን በሳ ልጋግ እንዴ ይነጅሳ ላይ ነጅስም hatta la yubtil salati ሶላቴ እንዴ ይበላሽ ብዬ ልጋጉ ይነጅሰኝው ና ይነጅስም ይያልኩ እንዴ ይበላኛል ብዬ ፈራለሁ አንበሳ ሱብሃንአላህ አንበሳ ኢማን ባሪያ ነው ያ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ፍጡር ነው ለአላህ ታዛዥ ባሮች ናቸው አንተ አላህ ባሪያ ከሆን ከነሱ ጋር ዘምድና ነው ተፈጥረው ዛኪሮች ከተፈጥሩ ጋር ዊአም good agreement ጥሩ ትስስር ይኖራል good connection ጥሩ ደስ የሚል ተዛምዶ ትስስርን ትፈጥራለህ ذاكر كونك ለማለት ነው ان شاء الله ሌላው የመደምደሚያ ማደርገው ዚክር እንግዲህ እንዲያን ትፈጥላለህ ጥቅማለህ ደረጃው ትልቅ ነው በዚክር ለመበረታታት ምን እናድርግ ሁለት ነገር ያስፈልገናል አንደኛ الله سبحانه وتعالى በዚክር እንዲያበረታ እንደው ማድረግ ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሶላት በኋላ እንድናደርገው ያዘዙ እንደው ለምን ብለን ነው اللهم جئتي اعني على ذكرك انتم بماوسات لي اجزني وشكرك بما مسكن لي وحسن عبادتك انتم بطرو بمجزات لي اجزني بلاچو دعاء درغو بلوال ايهن دعاء نادرغال الله لذكر يوفقنا ሁለተኛ ጥሩ ጓደኛ ማምረጥ ذكر የሚያደርጉ ሰዎችን ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ወንድማቸውን ሃሮንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮ እንዲያደርግላቸው ሲጠይቁ ምንድነው ያሉት ከይኑ ሰብሐከ كثيرا ونذكرك كثيرا جيتاي كهارون غاونن انتن بدم ببوزو اندناوسا ببوزو اندنامسغنه نو سيزي طرو غادنيا غبو مندنو ابرو الله سبحانه وتعالى اندتاوسنونا ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بسمانو من التكم يادرغن اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته إلهي لئن جلت وجنت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع